سجلت مؤخرا عدة سرقات بإقليم بلدية نعمة من طرف مشغولين، على إثرها تم وضع مخطط أمني محكم بالاستعانة بأفراد متخصصين وأجهزة تقنية، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 31 سنة، وحجز وسيلة نقل كانت تستعمل في السرقات، مع استرجاع 8 مشبكات حديدية تعتبر شرجولات و2 ألواح طاقة شمسية. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة النعمة. الدرك الوطني قوة عمومية يسهر على حماية الأشخاص والممتلكات ويضع الرقم الأخضر 1055 للتبليغ وموقع الشكوى المسبقة والاستعلام عن بعد ppgmdn.dz. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.